أكد وزير التربية والتعليم الأمينة توم عدم عدالة توزيع فرص التعليم بين أبناء السودان في الريف والحضر في مرحلة التعليم الأساسي وما قبله. وقال توم خلال المؤتمر الصحفي بمنبر وكالة السودان للأنباء إن هناك أسبابا يجب الالتفات إليها، منها نكران الحقوق وعدم الإنصاف وفقر الجودة والخلل البنيوي، وهي التي أدت إلى تأخر في التعليم الجيد والنوعي والذي يجب أن يتمتع به أي طفل في السودان، لافتا إلى أن أكثر من 45% من الفئة العمرية بين 6 سنوات إلى 13 عاما أو 13 سنة خارج المدرسة. وقال الوزير بأن لا موارد مالية ولا بشرية للحكومة حتى يتم إعلان مجانية التعليم كاملا. نحن بالنسبة لنا نرجع للالتزام عملته الحكومة السابقة، الهدف بتاع التنمية المستدامة الرابع ده وقعت عليه، إذا وقعت عليه الحكومة أي حكومة تجي أحس الحكومة الانتقالية ملتزمة بهذا الهدف، الهدف الرابع بتاع التعليم الذي يقول ببساطة شديدة جدا أنه الهدف هو ضمان التعليم الجيد، وجيد دي لازم نحط تحت 13 خط، تعليم جيد ومنصف، توزيع الفرص لازم يكون منصف، وده مش مجرد انه في المدرسه يكون فيه، ده مش انصاف هنا بس، ما بتوقف هنا، ما ادي واحد كله تلميذ في مدرسه كتاب وادي في مدرسه ثانيه اقول لهم كله اربعه يتقاسموا كتاب، ما اخلي المدرسين مؤهلين ومدربين في مدرسه وفي مدرسه ثانيه ينقصهم التدريب والتأهيل. الإنصاب ده بيجي في كل، ما أكون في مدرسة فيها مكتبة مدرسة ما فيها، مدرسة فيها معمل مدرسة ما فيها، إلى آخره.